إذا المشاهدين الكرام مرحبا بكم جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. مشاهدينا مرحبا بكم في هذه الجولة الليلية اللي غادي نقوموا بها معكم من بعض من شوارع مدينة الدار البيضاء، وكذلك فغادي نبغيو على أننا يعني نتحدثوا معكم خصوصا وعلى أننا يعني كان في ظل هذه الأجواء ديال كورونا شفنا بزاف مؤخرا ديال الناس اللي كيهضروا على الحمامات، ويعني كذلك شفنا ناس بزاف اللي بغاو الحمامات يتحلوا خصوصا يعني في ظل الازمه ديال البرد يعني الله يحسن الاعوان. ابار الناس اللي بغاو يعوموا في الحمام ويمشوا للحمامات، فالناس يعني اللي خدامين في الحمام يعني نشوفوا بعدا دوك الناس هما الاولين عانوا في ظل هذه الازمه هذه وبزاف ديال الامور. فانتوما يعني رايكم متابعينا شنو رايكم يعني في هذه القضيه؟ واش تبغيو على ان يعني الحمامات يعاودوا يتحلوا؟ يعني شنو رايكم؟ نقراو بعض التعاليق ديالكم. خونا حسن زرار كيقول شنو واقع؟ سمعتي معنا اخويا حسن. اختنا كوثر كتقول اكيد، يعني اكيد اختي كوثر بغيتي تمشي للحمام وبغيتي يعني توحشي الاجواء ديال الحمام. واش كاين شي شتا تما؟ بلو بلا ما كاين لا الشتا لا والو اخويا، كاين غير البرد. دابا الشتا كانت قبيلاش دابا ما كاينش. وعليكم السلام اختي سوريا، عليكم السلام. كذلك اختنا سلمى كتقول نعم اخوتي راه تقهرنا. والله يحسن الاعوان اختي سلمى، يعني بزاف مساكن ديال الناس اللي تقهروا في ظل هذه الازمه هذه، يعني سواء ماديا او لا معنويا، يعني بزاف ديال الامور الله يصوب. يعني فصراحه الازمه طولات بشكل كبير، خصوصا يعني على اننا كنشوفوا بزاف ديال الناس اللي رجعوا للعمل ديالهم ورجعوا يعني للقطاعات ديالهم، في حين يعني بعض القطاعات يعني ما دارش لهم حل. فمثلا كالحمامات كاصحاب الاعراس والمناسبات، يعني صال سبور لي صال، يعني بزاف ديال المجالات اللي ما طالهم مساكن حتى شي تغيير، في حين على ان العمال في ذوك المجالات فكيعانيو وكيعانيو وكيعانيو في صمت كبير. فيعني هاد كورونا اللي عنده وحلاته بقى، عاد اللي ما عندوش مسكين يعني ماشي غير غادي يوحل مسكين. الله يدير شي تاول ديال الخير ختنا سلمى. خونا سيمو كيقول السلام الله يحفظك. لالا مريم هادي ايا اختي كنا في لالا مريم، حنا دابا جيش مبروكه في شارع النيل. السلام عليكم، ممكن نعرف الموضوع؟ يعني فسمعتي معنا اخ ولا الاخت يعني الموضوع على الحمامات والناس اللي كيشتغلوا في هذا الميدان، واش نتوما مع الرجوع يعني لفتح الحمامات؟ اختنا حياتك كتقول لك لاباس لاباس الله يبارك فيك. خونا رضوان عليكم السلام، خونا رضوان الله يحفظك الله يبارك فيك. خونا عبد السلام عليكم السلام، خونا عبد السلام الله يحفظك. نجاج كتقول شوف تي في سيرت نعس البارح، خليتونا بلا نعاس مع الموت ديال صلاح الدين الله يرحمه، سيرو تنعسو. واختي راه ضروري اختي خاصك تبقى يعني 24 لا 24. بالنسبه للاخ ديالنا سي صلاح الدين الغماري الله يرحمه والله يوسع عليه والله يصبر الاهل ديالو، فاش يعني اختي تابعتي معنا داكشي اللي كان البارح والاجواء الحزينه يعني اللي عمت ارجاء المحمديه البارح، خصوصا بعد الوصول ديال الاهل ديال سي صلاح الدين والوصول ديال الوالده ديالو، واللقطه المؤثره يعني تجي تشوف الجثه ديال ولدك اللي كان هضر معاك غير مع الخمسه قبل ولا مع 12 ولا مع المهم في نفس النهار، هي فاس الوالده ديالو قالت لنا هضر معايا تقريبا مع العشيه مع ديك الخمسه ديال العشيه، وهذه يعني ف ما فراسها والو حتى تجي يعني منظر صعيب والله الا منظر صعيب صعيب صعيب.
فمن هذا المنبر نبغوا نجدوا التعازي ديالنا للسي صلاح الدين، العائله ديالو الكبيره والصغيره والجميع المغاربه، بحكم يعني هو دخل لجميع البيوت المغاربه، و الله يرحم السي صلاح الدين. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اختي سلمى الله يحفظك، قارنا البرد والله اخويا، ويا اخويا فؤاد يعني فان مساكن الله يحفظ العوان اخويا فؤاد، ديال الناس اللي كارين بزاف. تخيل معايا بنادم اخويا فؤاد مسكين كاري اخويا، راه كنشوفوا اخويا الوضعيه ديال بزاف ديال الناس، كتلقى ثلاثه الناس يعني ساكنين في كي كنقولوا في طبقه واحده، دوك الناس بعض المرات كتلقى طواليط وحده يعني هي اللي شاركاهم كاملين. يعني تخيل معايا اخويا المنظر ديال، تخيل معايا بزاف ديال الامور اخويا فؤاد. الله يحسن العوان بزاف ديال العائلات، والله الا الله يحسن لهم العوان صراحه. الحمد لله شكر الله. سيمو لوكا كيقول صافي هادشي اللي بقى غير الحمام. واخويا سيمو وهاد الناس ماشي موضوع، يعني تبان لك انت ماشي موضوع. هاد الناس مساكن اللي كيتمحنوا الا بغاو يدوشوا هما ولا ولادهم ولا الناس اللي يعني خدامين في هذا المجال، راه تما خويا موضوع تما يسالوا على اننا نهضروا عليهم، فيهم خوتهم فيهم خوتنا وفيهم يعني صحابنا. خونا الحسين كيقول ضروري الحمام مهم، ويا خونا الحسين خصوصا في هذه الاجواء يعني ديال البرد وديال الكز، يعني فكاين مسكين ناس كبار يعني عيالات كبار ولادي ما كيستحملوش داك البرد ديال الدار، يعني غير كيمرضوا. الله يحسن لهم العوان، يعني راه الله يحسن العوان شي ناس مساكن كبار مهم يعني موضوع هذا خويا حسين. اختنا حسنا شنو بالك اختي، ماشي هو هذا الوقت في وجهة نظرك، ف هذا الوقت يعني باقي فيه ناس مازال اللي فايقين، باقيين فيه ناس مازال اللي خدامين، باقيين فيه ناس مازال اللي سهرانين، يعني كاين ناس اللي عاد كيبداو هما بالليل سواء الخدمه ديالهم سواء يعني بزاف ديال الامور. تي مالادي سكوسي جي بونسي كو سي لور دو بارلي دو حمام، راه هادشي اللي قلنا لك اختي. يعني كاين الناس فهاد الوقيته اختي اللي عاد كيبداو العمل ديالهم ولا عاد فاقوا غادي يمشي ولا عاد بزاف ديال الامور. اش من حمام حال خويا حسن، ما شي مناطق اللي حالين فيهم شي حمام، شو كاين من غير المناطق ديال مثلا ديال الطالبيضه ولا هادي، يعني المناطق اللي مازال فيهم الحظر ومازال فيهم الاصابات بزاف فضروري ما محلولينش. زينة اجي نقول لك فوقاش غادي تفتحوا لنا العراسات، توحشوا العراسات اختي زينة، يعني كاع توحشنا اختي العراسات، وكاع بقاو فينا مساكن الناس اللي كيعانيو في ظل هاد الجائحة اللي كيخدموا يعني في العراسات، يعني الله يحسن لهم العوام في ظل هاد الاجواء القاهرة، فا كيعيشوا مساكن واحد ستريس واحد يعني ضيق في يعني في المصروف. الله يحسن لهم العوان. ناقشوا الزواج، واخا اختي رقية غادي ناقشوا الزواج ان شاء الله. مكرهناش الحمامات يتحلوا خشي ربيعة، يعني كلشي مكرهش الحمامات يتحلوا، خصوصا يعني وعلى اننا يعني شفنا مساكن الناس اللي كانوا دايرين اللي كيخدموا في الحمامات الكسالة وداكشي،
فاش شفنا كانوا بساكن دايرين وقفه وكانوا بزاف ديال الامور لعل وعسى يعني شي واحد يسمع ليهم ولا شي حاجه الله يعاونهم ساكن تكرفصوا حتى هما في ديال هذه الجائحه الله يعاونهم والله ييسر لهم ساكن وحتى حنا توحشنا نيت الحمامات اختي يعني في ظل هذا البرد هذا ف يعني ناس كبار وناس عادي كلشي كي يتكرفص يعني الا بغى يدوش خصوصا الدراري اللي عندهم والديهم كبار ولا عندهم بواتهم يعني ما كيقدرش مسكين يدوش ليه في هذا البرد حيت عارفو سميتو عارفو غادي يمرض ليه ولا شي حاجه الصراحه خلونا بلا خدمه الله ياخذ فيهم الحق نورسين نورسين ان شاء الله الفراج قريب فالفراج قريب ان شاء الله نتمنوا يتحل الباب ديال الرزق ديال جميع الناس يا ربي سواء الحمامات سواء العراسات سواء جميع يعني حتى لي صال اللي قلنا ديال السبور الملاعب ديال القرب يعني بزاف ديال الامور. اذا متابعينا الكرام شكرا لكم وشكرا لتعليقكم نتلاقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر والى اللقاء.